الوطن تيخافوا عليكم وتيقولوا لكم الله يخليكم خليكم في ديوركم خليكم في ديوركم. هاد الايام اللي جايه هاد الايام ما بغيتكمش تبكيو، بغيتكم تساعدوني وتعاونوني. هاد الايام اللي جايه غدوز علينا صعيبه شويه، هاد ربع ايام اللي جايه هي اخطر الايام. هاد الايام الربع غادي تزادوا فيها حالات الوفيات وحالات الاصابه. السيد العامل والسيد الخليفه الاول والسيد رئيس المنطقه الله يخليكم، تقولوا لكم ها عار الله عار ربي لما بغاو ديوركم. خافوا على وليداتكم، خافوا على الناس اللي كتبغيهم. الى ما تجيبليش الفيروس للدار. الشباب ملي ديروا السويقه هنا اسيدي ما عندنا ما نديروا بالسويقه، ما عندنا ما نديروا بالماكله، نموتوا بالجوع. ولكن ما يمشيش لينا والدينا الى مات لك واحد من الاسره ديالك، ما عندكش الحق تشوف الجنازه. الى مات لك امك ولا باك ما عندكش الحق تطلع عليه ولا تسلم عليه. الى مات واحد فينا، إلا مات واحد فينا ما نقدروش نودعوه. حرام علينا، حرام علينا، حرام علينا حنا نكونوا سبب، نكونوا سبب في الوفيات. الحمد لله غادي تسمعوا الخبار وغتصفقوا بحرارة. إيه من حقكم. المحمدية إلى حدود الساعة ما فيها حتى شي حالة. المحمدية المحمدية ما فيها حتى شي كورونا. خويا قريش المحمدية ما فيها حتى شي حالة. ولكن هادشي ما كيعنيش باللي حنا خاصنا نخرجوا، خاصنا نكونوا نماذج، نكونوا قدوة. عافاكم ها عار الله، ها عار الله، ما تخرجوش، خليكم في ديوركم. خصوصا هاد الربع ايام اللي بغى يدخن السيجارة يطلع السطح. خلي وليداتكم حداكم. الله يرحم الوالدين. نعاودها ونقولها، السيد العامل عمالة المحمدية، السيد عامل صاحب الجلالة، والسيد الخليفة الأول والأمن الوطني، والسيد رئيس المنطقة الإقليمية، شوفوا معايا بعينيكم، شوفوا كلهم كاينين هنا. ما يمكنش، والله العظيم اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم حتى كيخافوا عليكم. السيد العامل ما باغي حتى شي واحد يتقاس فيكم. السيد الباشا ما باغي حتى شي واحد يتقاس فيكم. السيد العامل كي عطانا جميع الامكانيات، جميع الوسائل باش شي واحد ما يتقاس. ها الله، ها الله، لما بقوا في ديوركم، ها الله، لما شدوا وليداتكم. الامهات الاباء، قولي لولدك انا ساخطة عليك الا خرجتي للزنقة. سمعوا الله يخليكم. هاد الوباء، هاد الوباء ما بقاش كيمشي غير من واحد لواحد. هاد الوباء راه في ارجاء البلاد، راه ولا في الهواء. ها عار الله، ها عار الله، بقوا في ديوركم. ها عار الله، السلطة كلها جات هنا، كلهم جاوا باش يحميوكم، كلهم جايين باش يخافوا عليكم. واش هادشي ما كيعنيكمش؟ واش هادشي ما كيعنيش لكم شي حاجة؟ اشنو كيستحقوا هاد الناس اللي جاوا على ودكم؟ هاد الناس اللي حامينكم، الناس اللي ما شافوش وليداتهم، الناس اللي دايرين الحظر على ودكم. الله يخليكم، ابقوا في ديوركم، ما تخرجوش. شعارنا خالد وكلمتنا العظمى، وكلمتنا العظمى لمولانا أمير المؤمنين. قولوا معايا آمين. يا ربي تحفظ ملكنا، يا ربي تحفظ وطننا، يا ربي تحفظ وطننا، يا ربي تأمننا في المحمدية، يا ربي تبعد علينا البلاء، يا ربي تبعد علينا المرض، يا ربي يا ربي، راه والدينا حساس علينا، يا ربي راه بغينا امنا تبقى حدانا. سمعوا معايا، المحامي مسكين اللي مات البارح في مراكش، عنده 37 سنه،
القاضية اللي ماتت البارح عندها 39 سنة. هاد المرض راه ما كيختار حتى شي واحد، والحل الوحيد والدواء الوحيد هو الموتوج في البيوت. هاد الربع ايام راه خطر، ها حجر العافية، ها عار الله، ها عار الوالدين. هاد ربع ايام ما نخرجوش من الدار، هاد ربع ايام ما عندنا ما نديرو السويقة، ما عندنا ما نديرو السويقة. في هاد ربع ايام ها عار الله. قولوا معايا يا ربي، يا ربي تحفظ والدينا، يا ربي تحفظ وليداتنا، يا ربي تحفظ ملكنا سيدي عساك الله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظكم الله. سكان مدينة المحمدية وبالضبط من حي النصر نرفع آيات الولاء والامتنان والاعتزاز للسلطة العالية بالله. شعرنا خالد، نقوله ونردده ونعيده وبأعلى الأصوات سنقول رددوا رددوا بأعلى الأصوات بأعلى الأصوات بأعلى الأصوات رددوا الله الوطن الملك فرداشي كوشي من فرداش. هذه رسالة قوية من المواطن المغربي. جميع نشيد الوطني، جميع نشيد الوطني. Thank you.